أشاد سعادة السيد زايد بن راشد السياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة بالدور الكبير الذي تقوم به غرفة تجارة وصناعة البحرين في دعم التنمية الصناعية والتجارية في المملكة. الزياني أكد أيضا خلال الاجتماع المشترك بين وزارة الصناعة والتجارة والسياحة وغرفة تجارة وصناعة البحرين برئاسة السيد سمير بن عبد الله ناس، أكد على أن الدور الكبير الذي تقوم به غرفة البحرين يخدم المسيرة التنموية الشاملة التي رسم ملامحها جلالة ملك البلاد المعظم وبدعم ومساندة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء. هذا وتم خلال الاجتماع استعراض ومتابعة المواضيع التي تم تنفيذها لمواصلة العمل على تطوير المجال الاقتصادي في مملكة البحرين. القطاع الخاص من خلال الغرفة قدمنا عدة ورقات ودراسات كيفية النهوض بالمستقبل والتعافي بالنسبة بعد جائحة كورونا، وشلون احنا نشوف منظور القطاع الخاص الاقتصاد الوطني بشكل عام وكيفية إعادة هيكلته والمحافظة على المكتسبات الحالية بالنسبة للاقتصاد، يكون اقتصاد مستدام يعتمد على خلق وظائف طيبة للشعب للمواطنين الشباب